أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار. أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال. سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف العين. سنبدأ بمهارة الاستماع، وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة، وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل. قصة حرف العين. أعمى في الشارع. كانت عبير وسمسم في حديقة الحي. شاهدتا رجلاً أعمى يحاول عبور الشارع. أمسكت عبير بيد الأعمى وساعدته في عبور الشارع. قال الأعمى مسروراً: أنت طفلة رائعة، النهاية. ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث. ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف العين، وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة، وتنتقل إلى قراءة قصة حرف العين بعنوان قصة حرف العين. ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة حرف العين وتأمل الصور الموجودة أمامك، من ثم محاولة إعادة سرد قصة الحرف العين بلغتك الخاصة. ستقوم هنا عزيزي المفكر بقراءة الصور والكلمات التي تحتوي في صوت اسمها على حرف العين، في أول الكلمة ووسطها وآخرها. بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة. هنا عزيزي المتواصل، سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة، فتقوم بتمييز اسم حرف العين وتمييز صوت حرف العين. اسم الحرف عين، صوت الحرف ها. وأيضا عليك نطق حرف العين مع المدود القصيرة ع عو عي. ولا تنسى أيها المطلع الصغير، عليك أيضا تمييز حرف العين مع المدود الطويلة الألف الواو الياء ع عو عي. وأيضا عليك أن تقوم بتجريد حرف العين من الصور والكلمات الموجودة أمامك، وذلك بوضع دائرة حول حرف العين في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. وأيضا عليك أن تلون حرف العين. أما هنا أيها المتأمل الصغير، عليك أن تصل الكلمة بشكل الحرف المناسب لها. كلمة شراع تنتهي بحرف العين، عليك أن تصل بخط بين كلمة شراع وبين حرف العين في آخر الكلمة منفصل، وهكذا. أما هنا في هذه الورقة، عليك أن تتمكن من مهارة التركيب ومهارة التحليل، وذلك من خلال جمع المقاطع الصوتية لتكون كلمة. ع مقطع أول، مي مقطع ثاني، ورو مقطع ثالث. عندما تجمعهم سوياً تصبح عامر. وكلمة عنب، عي نقطعها مقطع أول، ن مقطع ثاني، وبو مقطع ثالث. وأن تقرأ بعض الكلمات البسيطة ككلمة عمر، عمر. نعمانو، نعمان، وهكذا. وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف العين هي مهمة مهارة الكتابة. أما هنا أيها المتواصل الصغير، ستقوم بتوظيف مهارة إدارة الوقت وأداء المهمة ضمن الوقت المحدد لها، وذلك بكتابة حرف العين في أول الكلمة ووسطها وآخرها متصل وآخرها منفصل، وأيضا كتابة حرف العين مع المدود الطويلة الألف والواو والياء، وأخيراً أن تكتب كلمة لعبة. هذا كل ما لدينا أيها المفكرون الصغار في درس حرف العين. أسعدتم أوقاتاً.